شكرا يا سيد الرئيس. إنني جئت إلى هذا المؤتمر من بوسطن من الولايات المتحدة، ولكن أنا صحفي تركي وأنا عندي مشروع في الولايات المتحدة أشتغل فيه منذ 6 أشهر تقريبا، ولكن أساسا أنا أشتغل في القناة التلفزيونية التركية في تركيا. وأنا كنت أيضا في بوسنة، في البوسنة وهيرتسوك وفي سراييفو، وهناك اجتمعت مع زملائي هناك. فكان إمام بوسنة قد تحدث أثناء الصلاة في إحدى المساجد في بوسنة، فإن هذا الإمام قد قال ما يلي: قبل 100 سنة قد توجهوا إلينا وقالوا الآن أنتم كمسلمون عليكم أن تهاجروا وتتركوا هذه البلاد، لأن البوسنة هي جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، فلا يمكن للمسلمين أن يعيشوا في هذه البلاد. فالمسلمون قتلوا هذاك المفتي، ولأن هؤلاء الناس لم يريدوا أن يغادروا بلادهم الأم. ثم قال الإمام الآن يتوجه إلينا بعض الناس ويقولون أنتم كمسلمين يجب أن تذهبوا إلى العراق وسوريا للمشاركة في الجهاد. ثم قال الإمام نرجوكم أن لا تخدعوا لهؤلاء الدعاة، لأنكم لما تقرؤون كراساتهم ودعواتهم يعني هم يدعون بأنهم مسلمين، بأنهم مسلمون حقيقيون، ولكن هذا مظهر فقط. فالكلام الذي يطرحه هؤلاء الدعاء هم ليسوا أناس طيبين، فإن هؤلاء الناس قد كانوا يقتلون أو قتلوا شخصين من البوسنيين. يا سيادة الرئيس، أنا حدثتكم هذه القصة لكي تعرفوا إننا نعيش عصر الإرهاب منذ فترة طويلة. فقبل 100 سنة كما قلت قتل هذا المفتي قبل 100 سنة في بوسنة. أنا سأضرب لكم مثالا آخر. كان واحد قد نشر خبرا في إحدى الجريدة في بوسطن يقول فيها أن المسلم لا يمكن أن يكون إرهابيا كما إن الإرهابي لا يمكن أن يكون مسلما، وقال أيضا أن إنني أكره بن لادن لأنه قد خرب ثقة الناس في الإسلام. لما بدأت الأزمة في تركيا كان نفيع الله يقول أنه لا يمكن للمسلمين الأتراك أن يتدخلوا في شؤون تركيا لأنه هذه قضية الشعب التركي. وكان واحد عالم إسلامي قد توجه برسالة إلى الحكومة التركية يدعو الحكومة فيها بأن يتجنب التدخل في الشؤون التركية، ولكن الحكومة التركية وإردوغان شخصياً
تصرفوا حسب رؤيتهم. وكان إردوغان يقول أن بشار الأسد بعد 3 شهور سوف يرحل من منصبه، ونحن المسلمون والأتراك كذلك سنصلي في المساجد في دمشق. فإن إردوغان هو يدعم كل التنظيمات الإرهابية في سوريا ويقدم لها سلاحا، وإن الأسلحة الواردة إلى سوريا هي تأتي من إردوغان من تركيا. فالصحفي اللي كتب مقال عن ذلك تم اعتقاله في تركيا. وفي الختام أود القول أنه في الوقت الراهن علينا أن نرفع أصواتهم تضامنا مع رازان بوتي الذي قتل في أحد المساجد في دمشق. نحن نحتاج إلى أصواتهم العالية، أصوات الناس الذين يقومون ضد القاعدة وضد داعش. وشكرا.